السلام عليكم، بس من الزحمة الصوت واضح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، شو أخبارك؟ الحمد لله، آسف طبعا، ما أعرف، عندي مشكلة كلش قوية بالإنترنت بصراحة، ويعني جاي أحاول أحلها من أمس ما قدرت أحلها، بس أهم شيء الصوت واضح، وآسف تأخرت، المفروض المحاضرة تبدي الساعة بالعشرة، بس إن شاء الله نبتديها، إن شاء الله نحاول نغطي الوقت اللي راح. إن شاء الله اليوم راح تكون محاضرتنا على الكل شيت. راح ناخذ الكل شيت، راح ناخذ مفردات الكل شيت، مبادئ الكل شيت، الوحدات اللي يستخدمها الكل شيت، وشنو معنى الكل شيت بصورة عامة. الكل شيت هو ورقة تكون أو A4 المفروض موجودة عند أي كومباني مان أوفيس، عند أي توب بوشر أوفيس، تحتوي على البارامترز اللي نستخدمها بالقتل خلال قتل البير. طبعا هذه الورقة أو هذه الـ A4 أو هذه الشيت، هذا النوع من الشيت بكل نوع من البير يحتوي على كل شيت يختلف عن الثاني، ليس اختلاف جذري لكن اختلاف في طريقة عرض البارامتر واحتساب البارامتر بصورة معينة. مثلا هذا الكل شيت خاص بالفيرتيكال ويل اللي هو البير العمودي، هذا يكون الكل شيت. هذا احنا حاليا راح نملي الكل شيت ونعرف شنو الكل شيت وطريقة أيضا الوحدات اللي نستخدمها بالكل شيت. طبعا الكل شيت موجود في نوعين، موجود الـ API كل شيت اللي هو مثل ما موضح الآن عند حضراتكم، وموجود الـ SI كل شيت. تمام، بالنسبة للـ API كل شيت الوحدات اللي يستخدمها دائما هي الـ PPG، الـ PSI، العفو الفيت، الانج، هذا الـ API كل شيت. والـ SI كل شيت هو الكل شيت اللي يحتوي على الميتر، على الـ SG، على الوحدات اللي هي وحدات الـ SI. احنا بالنسبة إنه بما انه دراستنا اللي جاي ندرسها على الـ International Wall Control، الـ International Wall Control تعتمد الـ API Unit، ما تعتمد الـ SI Unit. تمام، فاحنا بالنسبة لنا راح نعتمد ايضا الـ API Unit. ايضا اكو بعض انواع الكول شيت تحتوي على البارامترات اللي الاوبريتر يخليها، اللي هو مشغل الحقل اللي يخليها. يعني اكو بعض الكول شيتات لا هي API ولا هي بارامترز تكون SI، هي تكون ميكست، تكون يعني ميكست، تكون بين الـ API والـ SI. فهذه نسميها ميكست، عفوا، نسميها ميكست كل شيت. فراح نعرف شنو الكل شيت، شلون نستخدم الكل شيت، طريقة حساب الكل شيت. مبدئيا أي كل شيت نريد نحسبه راح نحتاج هذه البارامترات. هذا السؤال هسه لنفرض هذا السؤال، هذا السؤال أنا بصراحة جبته من الـ Well Control PNP، يعني من الأسئلة اللي تجي بالـ Well Control، من تجي بالأسئلة اللي تجي بالـ PNP. الاحتياجات مالتنا شنو نريد؟ نريد
احنا طبعا جاي نحفر هذه البير مالتنا، هذا الهول مالتنا، تمام. العمق مالت الهول هو 13500 فيت، تمام. جزء من الهول هذا او جزء من البي اتش اي هو بي اتش اي بوتوم هول اسامبلي، يعني اللي اقصد بالبي اتش اي اللي هي تكون درول كولرز موتورز ام دبليو دي ال دبليو دي وغيرها. فوق البي اتش اي حيجي الهيفي ويت، هذا الهيفي ويت مالتنا، تمام. فوق الهيفي ويت حيجي الدرول بايب. طبعا لو نشوف بالصوره الدرول بايب، جزء من الدرول بايب حيكون بالكيزد هول وجزء من الدرول بايب حيكون بالاوبن هول. اذا نشوف هو الكيزد هول على 9000، اما الاوبن الدرول بايب ينتهي على 9500، فراح يصير جزء من الدرول بايب بالاوبن هول اللي هو مقداره 500 فيت، هذا كله راح يكون بالاوبن هول. فحاليا نجي نشوف شلون راح نحسب الكل شيت، شنو نحط بالكل شيت، شنو الكل شيت يحتاج من عندنا. باي سؤال خاص بالاي دبليو سي اف او انت ككومباني مان او درولينج سوبرفايزر او درولينج انجينير موجود على الريج فلور وتحتاج بعض البارامترز اللي تملي بيها الكل شيت مالتك، شنو هذه الارقام اللي نحتاجها؟ اولا احنا هسه شرحنا موضوعنا مال تلبير، احنا واصلين الى عمق 13500، اجت لنا كيك، سدينا البير مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة وجاي نستعد الى انه نقتل البير مالتنا على مود نسوي كيلينج للويل. نسوي كيلينج ذا ويل بأحد الطرق، اما بالويت اند ويت ميثود اللي هي الانجينير ميثود او بالدريلر ميثود اللي هي طريقة الحفار، وايضا اكو طريقات طرق اخرى ناخذها ان شاء الله بالمحاضرات الجاية او مناسبات اخرى اللي هي الفوليومتريك والكونكرنت ميثود اللي هي، وايضا البول هيد، ويعني شوي مواضيع متشعبة ان شاء الله ايضا ناخذها. احنا هسه مركزين على طريقة الحفار وطريقة المهندس، شنو نحتاج بيهن على مود نملي الكل شيت مالتنا؟ اولا المود ويت اللي جاي نحفر بيه ايش قد؟ انا بالمثال منطيه 11، تمام. من سديت اني البي او بي ايش قد للدريل بايب شتن؟ الدريل بايب 500، تمام. الشاتين كيسينج بريشر، بريشر جاي نشوفه اللي هو 650، تمام. نجي للماس، هو الماكسيمم الابل انيولر سيرفيس بريشر، شنو هو هذا الماس؟ الماس من اهم البارامترات اللي نهتم بها بالكل شيت. شلون نحصل على هذا الماس ب 800؟ الماس نحصل عليه ب 800 بواسطة تيست، أما يسمونه الـ FIT Formation Integrity Test أو يسمونه الـ LOT اللي هو Leak of Test. شنو هو هذا التيست وليش نسوي؟ التيست عبارة ورا ما نخلص الجزء الأول من الهول أو الكيس